ايه يا عميد، اهلا وسهلا بام السوس. شو بك بتضلي مبومه زعلانه؟ لك ما في شي عم يزبط معي، ما في شي عم يزبط معي. اخي شو صاير معك هلا؟ لك ما في شي، ما في شي. سلامة سلمك يعني، لك صرت قد الشنطيرة وما كان حدا يدق بابي. هلا مشان هيك زعلانة؟ لا أفو، هذا كلياته كل ما بتوصل اللقمة للتم باكل مقلب أخو أخته، مقلب ورا مقلب. ودخلك شو هالمقلب الجديد هلا؟ لك بتتذكري هذا الشاب اللي قلت لك كان لاطي ناح بيتنا وأنا فكرته إنه بيموت علي وبيحبني؟ أنو شاب؟ لك هذا اللي ضل واقف مدري كم يوم طلع لاطي مشان النت مو من شاني. تذكرته، بس بعدها شو صار؟ مالك بالطويل، هذا يا ستي من كم يوم انعزمنا على عرس أكابر غير شكل، قمت أنا شو رحت ساويت؟ قدحت لك فستان غير شكل. إيه؟ ورحت عملت مكياج ب10,000 ليرة، قلبت لك الخزانة كلياتها علي، ورحنا لك على هالعرس وبلشت هالموسيقى، وأنا ما تلاقيني غير بهالساحة عم برقص واتغمى، اتغمى لأم عدنان ولأم صالح ولأم أحمد، بقول بركي شي وحدة منهم بتاخذني لابنها، وعم هز لك هيك على الناعم، شي على الناعم وشي على السريع. إيه؟ ولا بتطل لك وحدة هيك أكابر مرة كبيرة بتطل هيك من بعيد وحاسستها إنه جاية ناحيتي، قمت أنا من خجلي درت وشي هيك، ولا بتدق على كتفي بتقلي طانت، قوم أنا بدور لعندها بقلها نعم طانت، بتقلي وين أمك؟ قوم أنا بخجل أو بعمل حالي هيك إنه خجلانة يعني مشان ما بين إنه أنا مدلوقة، بقلها والله يا طانت أنا مو مفكرة بالارتباط هلا. شو بتنط بتقلي؟ شو؟ أي يربطوكي على باب المسلخ، أنا عم بسأل عن أمك لأنه أخوكي الصغير عاملة تحته وملزوق بالعروسة. هلا بمسعد. علي السهر. يعطيك العافية. علي السهر. علي الحلال، أنت أحلى ناطور بناية بهالمنطقة كلها. خلينا ياك. تستاهل كل خير. وهي احلى 3000 ليره يخدموا شوارب. خلينا اياك يا استاذ، والله خجلتنا. خلينا اياك. شكرا لك حسان. ابو مسعد. يسلم استاذ. الله يعطيك العافيه. خلينا اياك يا استاذ. والله بتستاهل كل خير. اي والله، وهي احلى 2000 ليره يخدموا شواربك. تفضل يا ابو مسعد. خلينا اياك يا استاذ، بارك الله فيك. ما في شيء من واجبك. شكرا لك استاذ، بارك الله فيك. العافية. الله معك، الله معك استاذ. استاذ وين استاذ؟ شايفك ساحب يعني طنش اليوم بالعاده والله يا ابن الحلال خليني بهمي، مهموم شوي. يعني مهموم شو مهموم؟ ما يصير ماخذ. انت اول مره جيت اعطيتني 3000، ثاني مره 2000، ثالث مره 1000، يعني كل مره عم تنقصهم يعني، ولا عم تقول لي مهموم؟ ليش؟ مزبوط عم تحكي، يعني لما كنت اعطيك 3000 ليره كنت عزابي وعايش بحالي. هلا يعني بعد ما تجوزنا وجانا ولدين وبنت، وبتعرف مصاريف الدنيا، ويعني الولد فات على الجامعه ومصاريفه كبرت، وهلا لحقت البنت وبتعرف مصاريف الجامعه، ما بدي احكي. شو رايك يعني تدرس اولادك احسابي؟ شو بدي صاحب الشقة يا أختي. خير أخي، شو بدك بصاحب الشقة؟ في تبليغ باسمه مشان يحضر بعد بكرة على المحكمة يا أختي. يا تبليغ باسمه لجوزي؟ قولي عامته إن شاء الله شو عامل؟ أنت ناديله وأنا بفهمه شو الموضوع. بس يا أخي أنا جوزي مو هون. معناتها بعد إذنك تفضلي وقعي لي على المحضر وتبلغي عنه. لا يا قولي على عامتي إن شاء الله. شو وقع ما وقع؟ الموضوع بسيط يا اختي، تفضلي وقعي بس. عم اقول لك لك اخي ما بحسن، ما بقدر وقع عن جوزي. شو ما عم تسمع؟
يا اختي الموضوع بسيط. طيب طيب رح مد ايدي وقع لك. تفضلي وقعي لي هون. ايوه هون هون ايوه هون ايوه تفضلي. بس اخي انت ما فهمتني، شو عمل هذا المخدوم يؤذي لك؟ شو عمل؟ انت قري وبتعرفي لحالك يا اختي. شيء على آنتي إن شاء الله، ولي على آنتي إن شاء الله. أيوة دعوة قدح وزم زم وزم على المدعو معروف معروف. ولي على آنتي إن شاء الله. هذا اسمه لجوزي لك. الله لا يعطيك العافية يا معروف. لك الله لا يوفقك. إلهي يخرب بيته. إلهي مين زعمه وقادح هذا؟ أكيد اسمه موجود هون، هذا اللي زعمه وقادحه. يا لا والله مو حاطينه لاسم المدعي، مو حاطينه. معناها السيرة كبيرة كبيرة كتير كبيرة السيرة. كمي ليرة شوف شو بدها. وعليك الحضور للمحكمة 3/22 الشهر الجاي، وإلا ستتعرض للغرامة المالية والجزائية. ولي على شبك طولي بالك علي شوية. ايه بدي احكي معك. شو في خير؟ لكن منين بتجي الخير لك نواصي؟ ليش شو صاير؟ فهميني. اترك من ايدك، اترك من ايدك وتعال فورا حالا حالا على البيت. لك خير يا صبحية؟ شو صاير؟ والله قطعتيلي قلبي. لك يخرب بيتك الهي، عم اقول لك اترك كل شيء من ايدك وتعال. سلام قولا من رب رحيم. لك ما بقدر اجي هلا يا بنت الحلال، عم اقول لك اخذ طلب على درعا. لك الشيء اللي صاير يلي صاير ما بيلحق على التليفون. قوم تعال قبل ما تقول يا حيف يا ندم. قولي على امتي. ما بينحق على التليفون؟ شلون يعني ما بينحق على التليفون؟ معناته صايره شغله كبيره. ما لك حيوان، قوم تعال. الشغله فيها نصب مشاني. ها شو نصب مشاني؟ نصب مشاني. قولي على خلص جاي فورا هلا. انا خير يا اخوي، ليش وقفت؟ من شان الله يا ابو مرهيش، ما تاخذني، ما راح احسن وصلك على درعا انا. ول 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 وبتقطعني بنص الطريق يا اخوي. والله قايمه الدنيا وقاعده عندي بالبيت يا ابو مرهيش، ان شاء الله ما تاخذني ببوس ايدك. قايم القيامه عندك بالبيت؟ ول 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 وشنو صاير عندك بالبيت يا اخوي؟ شنو صاير؟ والله حرمتي ما حكيت لي بالتفصيل شو صاير، بس اللي فهمته انه الامر خطير للغايه، يعني ما بحسن الواحد يتاخر عليه. ها صبحية، وين انتي صبحية؟ لك ويني؟ ربيتك انا اليوم عندي انت وينك ولعبت؟ انا عارف شك محان صوتك. انا وين رحتي؟ صبحية رد علي. انا بمشي الحيط وحيط. لا دخلين بس على ايدي. انت عم بس عم بتقهر جزار. يخرب بيتك الهي.
انا سكتي والله صلاتي يعني ان شاء الله بيجي شو صاير. لك اجت الشرطه وطالبينك موجوده. يرحم امك يا صبحيه، قولي انك عم تمزح.